دهانات معانا، يعني هي تجاليد وتكسات زجاجيه يمين وشمال، والمنطقه اللي في النص دي دهانات خليجيه جثث هند القوم العربي الجنوبي. وكده كام دور؟ احنا حضرتك عندنا دور ارضي وست ادوار متكرر. الجزء الخلفي اللي هو فيه اقامه المرضى، الجزء الامامي للمستشفى ثلاث ادوار بس اللي هو فيه غرف العمليات والعنايه المركزه وبنك الدم. وانا بسال على الدور الاخير. لا الدور الاخير ده المنطقه اللي هي الازاز دي رعايه مركزه. ده مركز الأورام الذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر يونيو المقبل. جولة للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في المركز لمتابعة أعمال البناء والإنشاء. لا هو دلوقتي خلاص بقى في اي جرسات اللي بقى مصاب بقى لاي حاجه. اتفضل يا الحته بتاعتنا دي تخص هنا القصه دي خالص. احنا ممكن ناخد من عند العربيه كده ونعمل نتفق معاهم، لان هو بص جايب زاويه، بس هو جايب زاويه ممكن نتفق معاهم. هو ده نظر مش كده؟ مركز الاورام الجاري انشاء. خطوة دي؟